مرحبا بكم متابعين الأوفياء. حديثنا اليوم: كم تستغرق مدة العلاج من تكيسات المبايض؟ يعرف تكيس المبايض بأنه أحد الاضطرابات الهرمونية الأكثر شيوعاً بين السيدات، فهو يؤثر على الدورة الشهرية، يا إما أن يطيل مدتها أو يؤدي لانقطاعها. وكذلك يسبب هذا الاضطراب مشاكل عديدة مثل العقم والولادة المبكرة، لذا من الضروري أن يعالج. فكم هي مدة علاج تكيس المبايض؟ أولاً، تعالج مشكلة تكيس المبايض على خطوتين. الأولى هي عبر تغيير بعض العادات السيئة والتي تمارسها المرأة، والثانية من خلال الأدوية. من أهم العادات السيئة التي تؤثر على صحة المرأة وتسبب لها اضطراباً في هرمونات الجسم هو اكتساب الوزن. لهذا كان من أهم مراحل علاج تكيس المبايض هو أن تحاول المرأة فقدان الوزن الزائد عبر تناول وجبات طعام يقل فيها مستوى السعرات الحرارية. أيضاً تساهم خطوات فقدان الوزن في تحسين كفاءة وفعالية الأدوية والتي يصفها الطبيب، وبهذا تتخلص المرأة من الوزن الزائد وتكيس المبايض في آن واحد. وهناك مجموعات من الأدوية يعتمد عليها الطبيب في علاج تكيس المبايض للسيدة المتزوجة أو حتى الغير المتزوجة، إذ يعتمد الطبيب في العلاج على أدوية تنشيط التبويض، وتختلف أنواع هذه الأدوية سواء كانت حبوب أو حقن وجرعاتها من سيدة لأخرى حسب درجة التكيسات والأعراض الناتجة عنها، كأقراص مناع الحمل وأقراص البروجستيرون والتي تساهم في تنظيم موعد الدورة الشهرية. أيضا حبوب الميتفورمين والتي تحسن عملية التبويض وتقلل من نمو الشعر الزائد عن اللزوم. وهذه هي الطريقة التي نعالج بها تكيس المبايض. أما بالنسبة إلى كم مدة علاج تكيس المبايض، فهي تختلف بين كل مريضة وأخرى، ويعتمد الأمر على نوع العلاج الموصوف للمرأة. إذ تتراوح مدة علاج تكيس المبايض بحبوب مناع الحمل ما بين 3 إلى 4 شهور، وتتراوح مدة علاجه بالبروجستيرون ما بين شهر إلى شهرين، ويوصي بتناوله لمدة 10 إلى 14 يوما. والشخص الوحيد القادر على تقرير كم مدة علاج تكيس المبايض هو الطبيب، إذ يضع في حسبانه حالة المريضة وطريقة العلاج الأنسب لها، ولا تتعدى مدة علاجها 4 أشهر ولا تقل عن 6 أشهر.